بعد أن عاث الأسد وداعموه فساداً وخراباً في سوريا، يعيش من تبقى هناك في البلاد الممزقة حسرة على ما ضاع من مال وبنين. الباقون من هؤلاء البنون لا يعرفون طريقاً لمدرسة ولا أستاذاً ليتعلموا كلمة في زمن تتسابق فيه الأمم نحو البحث العلمي والتطور في كافة مناحي الحياة. أما أطفال سوريا فيبحث جلهم عن عمل ليسدوا به حاجة أهلهم، إما لعجز أولياء أمورهم أو بسبب تحمل المسؤولية العائلية نتيجة فقدان من هم أكبر سناً. عمر يعيش ربيعه الثاني عشر في ريف دير زور الشرقي، يعمل في إصلاح الأطفال بعد أن تعلم الصنعة من أبيه، صنعة أجبر على تعلمها حين غابت المدارس وقتل المعلمون. عمري 12 سنة، تركت المدرسة وأشتغل بالغفالة. علمني أبويا شلون أشتغل الغفالة، أصلح قفلين ثلاث بالنهار دامشان أساعد أهلي. أبوي كبر بالسن وما عاد يقدر يشتغل، وقمنا إحنا نشتغل بداله. وفي مكان ليس بعيد يعمل أسامة وإبراهيم وعلي، جميعهم يبلغون من العمر 12 عاماً، في كراج لإصلاح السيارات. يريدون تعلم المهنة مبكراً بغية افتتاح محلات خاصة بهم لإعالة أسرهم التي أفقرتها الحرب. من هجين أشتغل محل ميكانيك سيارات عند محل العويد، واني ينطوني 500 باليوم، بس انا مو عندنا عندنا 500، يعني اشتغلت اتعلم مصلحه الله يفتحها علينا، بنشتغل تنعيش اهاليتنا. في ظل الصراع المتزايد وفقدان عمليات التعليم الصحيح وخراب المدارس وندره المعلمين، يعيش اطفال دير الزور حاله من الجهل غير مسبوقه، تقودهم دون ارادتهم الى عماله في معظمها خطره قد تودي بحياتهم كما أودت بمستقبلهم.